الناقد الرياضي الكبير الأستاذ حسن المستكاوي أيضا في مقالاته في الشروق ولنا ملاحظة بيرصد 10 مشاهد في قصة فايلر وموسيماني والانفصال اللي حصل بين الأهلي والمدرب السويسري ثم استخدام موسيماني في قرار جريء جدا ومهم، وقال دي مسألة مهمة جدا وكان اختيار. بس هو نهاها يا أستاذ إبراهيم، خلينا في عاشرا لأن أنا يعني عايز أناقشها دي. فعاشرا قال إيه؟ عشر حاجة يعني. كلام قديم أن سبب التعاقد مع موسيماني يعرف أفريقيا ويعرف الوداد ويعرف لعيب الأهلي، فأمر أولا فهو أولا قبل المهمة لأن الأهلي النادي الكبير كما قال، ولأني أعرف عشرات المدربين الأوروبيين الذين حضروا للتدريب في القارة لم يكن أي منهم يعرف شيئا عن الكرة الأفريقية. عندما تولوا من المهام نجحوا باقتدار زاكو لودر لرواء وخاليلوفيتش وألان جريس وهنري ميشيل وبتاع. هو عايز يقول يعني إن ده ممكن تجيب واحد ملوش خبرات إفريقية وينجح، طبعا ممكن، لكن في الظرف الضيق بتاع موسيماني. أيوة هي دي بقى. هو ده اللي فتح أصبح المسكة. هو أصبح صحيح. فده مش كلام، هو كلام قديم جديد. يعني هو في الظرف اللي احنا فيه ده هو كلام لازم يبقى من أهم العناصر التربيع. العناصر في عندك ماتش بعد 10 ايام في قرارك بالظبط، فانت ما عندكش وقت. او طرف كلود لروا ممكن يكون قاعد سنه او اتنين يخسر وبعدين ابتدى يكسب، صحيح. او 6 أشهر يكسب ويخسر وبعدين كسب. والحالات الفرديه لا يمكن القياس عليها، في ناس بتاخد وقت وناس ما بتاخدش. حتى لو وهو جريس ما نجح ازاي في افريقيا. فهي احيانا الظرف بيفرض عليك القرار. فهي بس كان لازم ان يبص على الظرف وتوقيته.